يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. كما يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني باقي جلسات الموضوعات المختلفة من أجل التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية.